امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد مراسم توقيع تعاقد مع شركة سيمنز العالمية لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي 3 خطوط بيبلغ طولهم حوالي 2000 كيلومتر على مستوى الجمهورية. وأكد سيادته أن شبكة خطوط القطارات الكهربائية الجديدة بتأتي ترسيخا للتعاون المثمر بين مصر وألمانيا في مجال البنية الأساسية، وتمثل إضافة كبيرة لمنظومة النقل، وهتكون بداية عصر جديد للسكك الحديد في مصر وأفريقيا وكمان الشرق الأوسط. شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مراسم توقيع التعاقد مع شركة سيمنز الألمانية لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي 3 خطوط يبلغ طولها حوالي 2000 كيلومتر على مستوى الجمهورية. التوقيع على عقد توريد وتنفيذ وصيانة الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع بين وزارة النقل وتحالف شركة سيمنز أوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب بقيادة شركة سيمنز الألمانية، يوقعها من الجانب المصري وزير النقل الفريق كامل الوزير، ويوقعها من الجانب الألماني الرئيس ورئيس التنفيذي لشركة سيمنز العالمية دكتور رولاند بوش. حيث أكد السيد الرئيس على أن شبكة خطوط القطارات الكهربائية الجديدة تأتي ترسيخاً للتعاون المثمر بين مصر وألمانيا في مجال البنية الأساسية، وستمثل إضافة كبيرة لمنظومة النقل إذاناً ببداية عصر جديد للسكك الحديدية في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط. بسم الله الرحمن الرحيم، خلوني أنا أرحب بكم أهلاً وسهلاً، سعيد بوجودكم وسعيد بتعاونكم، وخليني أقول دايما الكلام اللي أنا بحب أقوله لكل الشركات الألمانية اللي إحنا اتعاملنا معها. وإحنا في مصر عندنا تقدير شديد جدا واعتزاز شديد جدا بالشركات الألمانية وقدرتها على إنجاز العمل اللي بيتم يعني التعاقد معها فيه. فأنا بشكركم على ما تحقق حتى الآن، يعني بتمنى لكم التوفيق وبدعوكم لمزيد من الجهد عشان ننجز هذا العمل العظيم اللي هو بيعتبر أتصور من أكبر مشروعات النقل اللي احنا عملناها في مصر خلال الـ 30-40 سنة اللي فاتوا. فبرحب بكم وسعيد بوجودكم معنا في مصر. كما حرص السيد المستشار الألماني أولاف شولتز على الإدلاء بكلمة مسجلة بهذه المناسبة أكد فيها على أهمية علاقات الشراكة المتينة بين مصر وألمانيا. President Al-Sisi, Prime Minister Matbuli, Ministers, Dr. Bush, Excellencies and distinguished guests. 110 years ago, the famous German writer Thomas Mann traveled to Davos, where I am participating in the World Economic Forum today. Unlike me, Thomas Mann took the train. He captured that trip in his novel, The Magic Mountain, and I quote, he looked out, the train wound in curves along the narrow path. He could see the front carriages and the laboring engine vomiting great masses of brown, black, and greenish smoke. One thing is certain, Egypt's modern 21st century trains will look very different. There will be no great masses of smoke, nor will travelers feel that the engines of the train are laboring with difficulty. Instead, rail travel in Egypt will be fast and clean, comfortable, affordable, and safe. It will also be much easier to transport goods. With this major investment, the Egyptian government has taken a bold and far-sighted decision. A groundbreaking decision both for the Egyptian people and for Egypt as a business location.
امبارح كمان نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية فيديو. الفيديو ده كان لمشروع القطار الكهربائي السريع في مصر، واللي بيعد الأضخم في العالم وفي تاريخ شركة سيمنز الألمانية منذ تأسيسها قبل 175 عام تحديدا. مصر تنمو، سكانها يتزايدون، اقتصادها ينمو ويزدهر، وبالتالي تتزايد أيضا احتياجات البلاد لحلول النقل المتطورة، وهي الاحتياجات التي يجب أن يتم تغطيتها بطريقة سريعة ولتخدم جميع المصريين. إن الدولة تمهد الطريق لإقامة أحد أكثر نظم النقل استدامة في البلاد. تتشرف سيمنز موبيلتي بإنشاء شبكة حديثة لخطوط السكك الحديدية السريعة في مصر. ستعمل شبكة السكك الحديدية الجديدة، والتي يتعدى مجموع أطوالها لحوالي 2000 كيلومتر، على ربط 60 مدينة في مصر بالقطارات الحديثة التي تصل سرعتها حتى 230 كيلومتر في الساعة. وسيتمكن حوالي 90% من المواطنين في مصر من استخدام هذه المنظومة المتكاملة والحديثة والآمنة في تنقلاتهم اليومية. تتألف شبكة خطوط السكك الحديدية عالية السرعة من 3 خطوط. أولها خط مماثل لقناة السويس، ولكن عبر خطوط السكك الحديدية بطول 660 كيلومتر، ويربط بين العين السخنة الواقعة على البحر الأحمر ومدينتي الإسكندرية ومرسى مطروح على البحر المتوسط. يبلغ طول الخط الثاني حوالي 1100 كيلومتر، ويربط القاهرة بأبو سمبل مروراً بمدينتي الأقصر وأسوان، وهو ما يعني ربط العاصمة المصرية العملاقة بالمراكز الاقتصادية الناشئة في صعيد مصر. أما الخط الثالث فيصل طوله لحوالي 225 كيلومتر، من مدينة قنا وحتى سفاجة مروراً بمدينة الغردقة. وفي إطار هذا المشروع العظيم، ستقوم سيمنز موبيلتي وشركاؤها أوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب بتصميم وإنشاء ووضعه في التشغيل كمشروع متكامل بنظام التسليم المفتاح، بالإضافة لتقديم خدمات الصيانة لمدة 15 عاما. إن هذا التحالف الذي يضم الشركات الثلاث سيسهم في تنمية المهارات والكوادر المحلية في هذا القطاع، والمساعدة في تطوير وإعمار المناطق التي يمر بها ونقل البضائع منها وإليها. سيعمل هذا المشروع العملاق على تحفيز النمو الاقتصادي في مصر وتحويلها لمركز إقليمي فائق التطور لوسائل النقل والمواصلات الحديثة والصديقة للبيئة. لقد بدأ عصر جديد للسكة الحديدية في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط. امبارح كمان سيادة الرئيس استقبل وزراء الشباب والرياضة العرب، وأكد سيادته أهمية بناء فهم ووعي حقيقي للشباب على نحو يعزز الاستقرار والأمن والسلام. ودعا سيادته لإطلاق عام 2023 عام للشباب العربي، بحيث يتم تنظيم مجموعة من الأنشطة بالتناوب بين العواصم العربية المختلفة على مدار العام. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزراء الشباب والرياضة العرب، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بالالتقاء مجددا بوزراء الشباب والرياضة العرب، وذلك على هامش انعقاد الدورة 45 لمجلسهم بالقاهرة، مؤكدا سيادته أن قطاع الشباب يمثل بعدا أساسيا للأمن القومي للدول، وهناك أهمية كبرى لبناء فهم ووعي حقيقي للشباب على نحو يعزز الاستقرار والأمن والسلام كهدف رئيسي ويوفر عوامل التقدم والنجاح. كما شدد السيد الرئيس على أهمية توعية الشباب العربي بالانخراط في التحول الرقمي والبرمجيات والتقدم التكنولوجي المتسارع، والتي تؤثر بشكل كبير على مستقبل فرص العمل، وبالتالي تكمن أهمية مساعدة الشباب على مواكبة التطورات في هذا المجال، مشيرا سيادته إلى مجموعة الجامعات التكنولوجية الحديثة التي أقامتها مصر مؤخرا لهذا الغرض. كما أكد السيد الرئيس أن كتلة الشباب تمثل طاقة إيجابية
هائلة يتعين العمل على تعظيم الإمكانات والقدرات العربية المشتركة لحسن استخدامها واستثمارها ولتحصين عقول الشباب العربي ضد الأيديولوجيات المتطرفة والحيلولة دون غرس أي أفكار هدامة أو مغلوطة بها والتي من شأنها أن تهدد مقدرات وكيان الدول. وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حوارا مفتوحا وتبادلا للرؤى بين السيد الرئيس ومجموعة السادة الوزراء حول التجارب العربية المختلفة في العمل الشبابي وكيفية الاستفادة منها في دعم الحوار الشبابي وتوفير مساحة للتشاور بين الكوادر المجتمعية الشبابية في الوطن العربي بغية بلورة رؤى شبابية للتحديات التي تواجههم. كما أشاد الوزراء العرب باهتمام مصر بقيادة السيد الرئيس بالمجالين الشبابي والرياضي، لا سيما من خلال تبني العديد من المبادرات التفاعلية مع الشباب وإقامة الفعاليات والمؤتمرات الوطنية والإقليمية والعالمية في هذا الصدد، والتي تعكس الدور المحوري للشباب في استراتيجية التنمية الوطنية في مصر. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اقترح في ختام اللقاء إطلاق عام 2023 عاما للشباب العربي، بحيث يتم تنظيم مجموعة من الأنشطة بالتناوب بين العواصم العربية المختلفة على مدار العام، وكذلك دراسة إنشاء اتحاد للشباب العربي، وذلك كآلية متطورة تعمل كجسر ومنصة تساهم في تعظيم التفاعل بين الشباب العربي بشكل منتظم وممنهج للتعرف عن قرب على القواسم المشتركة والخصوصيات الثقافية لكل دولة، بالإضافة إلى توحيد الشباب العربي نحو إدراك قضاياهم واهتماماتهم، وذلك لتعميق أواصر العلاقات على المستوى الشعبي بين الشباب ومساعدتهم على التصدي للشائعات وتصويب الانحرافات الفكرية ومواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة والمتطرفة والظواهر السلبية التي تلقي بظلالها على الوعي المجتمعي. لسه مستمرين مع حضراتكم في سرد الأخبار اللي حدثت بالأمس، لأن امبارح كان في مجموعة مهمة من الأخبار، يمكن كان أهمها زيارة دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي لدولة الإمارات العربية الشقيقة ولقائه مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات. كمان كان في لقاء مع كبار المستثمرين الإماراتيين بالإضافة لإطلاق مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات وأيضا الأردن، ده غير من أهم الأخبار كمان اللي موجودة معانا النهاردة نفي الحكومة للشائعات الخاصة بفرض رسوم على طلاب الجامعات الحكومية لأداء امتحاناتهم في نهاية العام الحالي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها وصول الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للعاصمة الإماراتية أبو ظبي على رأس وفد رفيع المستوى، وشارك في فعاليات الاجتماع الثلاثي بين مصر والإمارات والأردن. وتم إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، واللي بتساهم في دعم وتعزيز التكامل الصناعي بين البلدان الثلاثة وبتخدم أهداف التنمية. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التقى بعدد من كبار المستثمرين الإماراتيين بمقر إقامته بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وقال مدبولي إن الحكومة حريصة على تواجد أكبر عدد من الشركات الإماراتية في مختلف المجالات على أرض مصر، وإن المرحلة الحالية بتشهد قيام الدولة المصرية بفتح المجال للاستثمار الخارجي والزيادة من مساهمة القطاع الخاص. امبارح كمان خلال الزيارة التقى الدكتور مصطفى مدبولي مع الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، وأعرب عن سعادته بالزخم المتنامي في العلاقات المصرية الإماراتية. وتم الاتفاق على تشكيل فرق عمل من مصر والإمارات لصياغة التفاهمات والاتفاقيات حول مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة اللي تمت مناقشتها خلال المقابلة. كمان امبارح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى الشائعات اللي ترددت حول فرض الرسوم على طلاب الجامعات الحكومية كشرط لأداء امتحانات الترم الثاني. المركز تواصل مع وزارة التعليم العالي اللي أكدت إنه الكلام ده غير صحيح ومفيش أي رسوم بيتم فرضها على الطالب علشان يدخل الامتحانات. خلونا دلوقتي نروح لجولة في المحافظات، ومعانا مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات، ومنها تخصيص 106 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة سوهاج، وختام فعاليات المسرح المتنقل في أسوان، وكمان تنظيم المسابقة الرياضية لتنس الطاولة لطلائع في كفر الشيخ، وأخبار تانية من دمياط وبور سعيد.
أخبار كتيرة حصلت امبارح في المحافظات، البداية من سوهاج اللي تم فيها الإعلان عن تخصيص 106 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة سوهاج علشان يظهر بالشكل الحضاري اللائق أمام الزائرين من داخل المحافظة وخارجها، وده في إطار خطة المحافظة لدعم وتطوير قطاع الثقافة. في دمياط انطلقت امبارح حملة المدينة الآمنة في عزبة البرج وميت أبو غالب بمركز كفر سعد قبل تعميمها بجميع أرجاء المحافظة. الهدف من الحملة تحصين جميع الأهالي فيما فوق 12 سنة بلقاح فيروس كورونا. في أسوان تم ختام فعاليات المسرح المتنقل اللي استمرت على مدار 3 أيام متتالية بمركز شباب قرية الشط بدراو. الفعاليات دي تضمنت عرض أهم القضايا اللي بتمس الأهالي بطرق ابتكارية وفنية وعرض المشكلات الاجتماعية وطرق حلولها. في بورسعيد بتواصل الأجهزة التنفيذية أعمال إنشاء وتطوير المحاور والطرق الرئيسية والفرعية لتحقيق السيولة المرورية ضمن الخطة الموسعة لتطوير الطرق بجميع أنحاء بورسعيد. وامبارح تم الإعلان عن الانتهاء من أعمال رصف وتطوير شارع بحري ترعة السلام بمنطقة بحر البقر بجنوب بورسعيد لتسهيل الحركة لقرى الجنوب والتيسير على المواطنين. في كفر الشيخ نظمت إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة المسابقة الرياضية في تنس الطاولة للنشء من عمر 12 ل16 سنة بنادي الإرادة والتحدي. شارك في المسابقة اللاعبين الصاعدين على مستوى الإدارات الفرعية.